حياكم الله في قناتنا ورحلة اليوم إلى أجمل شلالات ووديان وبحيرات سويسرا، فخلك معاي. وصلنا في سويسرلاند انترلاكن، واليوم راح أخذكم على رحلة من الخيال في واحد من أجمل شلالات العالم في انترلاكن. لا وبعد شيء، رايحين البلو ليك، فاليوم يوم الطبيعة راح نكتشفه مع بعض. وأول مكان نبدأ فيه هو وادي لوتر برونن، وادي في جبال الألب، والكثير من الناس يعتبرونه الأجمل في العالم. ونفس ما تشاهدون هو مشهور بطابعه السويسري والأكواخ الخشبية والألوان والأعلام والكافيهات المحلية البسيطة، وفي عدد من الفنادق الجميلة اللي تعطيك إطلالة على الوادي مثل فندق شتاوبخ أو فندق لوبرلاند. المهم وصلنا مواقف السيارات بالقرب من محطة لوتر برونن، وهذه القرية تبعد تقريبا 20 دقيقة عن انترلاكن. وناخذ جولة سريعة في هذه القرية الهادئة اللي تحيطها سفوح جبال يونغفرو ومونك، وتحيطها ايضا الطبيعة من كل مكان والمروج الألبية الجميلة. القرية جميلة والوادي جماله ساحر، وذكرني صراحة بالوديان النرويجية واللي إن شاء الله راح نشارككم إياها في المستقبل. على فكرة في هذه الوادي أكثر من 70 شلال، واللي يزيد جمال الوادي هو شلال ستوبخ واللي تشاهدونه يبلغ ارتفاعه 300 متر وهو ثالث أعلى شلال في سويسرا. الناس يحبون يسكنون في هذه القرية لطابعها الريفي وطبيعتها وشلالاتها اللي كأنها صراحة صورة من الخيال. قبل نروح البلو ليك راح أرويكم بعد شلال ثاني من أجمل شلالات سويسرلاند. يا أخوان، الشلال الثاني بالنسبة لي من أغرب الشلالات وأجملها، وهو أيضا في وادي لوتر برونن واسمه ترومالباخ. نصيحة، أنصحكم بالحضور المبكر، لاحظوا معاي الباصات السياحية ما تتخيل الازدحام وخاصة بعد الظهيرة. شاهد معاي الأجواء الجميلة هذه والمروج الخضراء وانت تمشي إلى أن تصل إلى البرنامج. هاي بحد ذاته برنامج يعني. في الوادي أيضا عدة برامج منها قمة شلت هورن أو قمة جيمس بوند، ولا تنسى أيضا تزور وادي مورن وهو وادي جميل للمشي وأجواء خيالية. سعر التذكرة تقريبا 50 ريال سعودي ونبدأ الجولة. شلال ترومالباخ ليش عجيب؟ لأن المصب بالخارج ولكن الشلال داخل الجبل، وعلى عدة طوابق وممرات وكهوف، ويمكن الوصول للشلال من تحت الأرض بواسطة المصعد فقط. ولما تطلع من المصعد راح تشاهد الوادي الجميل من زاوية أخرى، وهناك عدة إطلالات على مستويات مختلفة. فقط تذكر أن المكان يحتاج مشي وفيه سلالم وأنفاق، فإذا كنت برفقة كبار السن أو أطفال تذكر هذا الشيء.
الشلال تقدر تشاهده من عدة جوانب ومستويات وغرف وممرات كهفية باردة. على فكرة هذه الكهوف والممرات تكونت من قوة انهدار الشلالات والماء المذاب من الكتل الثلجية من جبال يانغثرو، وتصل حتى 20,000 لتر من الماء في الثانية. وقامت هذه المياه بعمل لوحات من المنحوتات الصخرية، فسبحان الله. كما قامت الدولة بعمل أنفاق لتسهيل الجولات السياحية بين الجبال الثلاثة. سبحان الله، يعني جمال هذه الشلالات ما تدل إلا على عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. نفس ما قلنا ساعة 12، ولاحظ معاي بدأ الازدحام. ولما تطلع راح تحصل ايضا محلات السوفينير، محلات تذكارات، ومطاعم جميلة لها اطلالات حلوة. وننتقل الان الى واحد ايضا من اجمل المعالم السياحية في سويسرا واكثرها استقطابا للسياح، الا وهي البحيرة الزرقاء. تقع في وادي كاندرا وتبعد 40 دقيقة عن انترلاكن، وسعر تذكرة الدخول تقريبا 35 ريال. أول ما تدخل راح تنبهر بالطبيعة من الصخور والأشجار العملاقة والممرات، حتى جذور الأشجار تلقاها واضحة بطريقة عجيبة على الأرض، تزين الحديقة وكأنك تمشي في عالم أفاتار، إلى أن تصل إلى البحيرة الزرقاء أو بلوسي، واللي هي تعتبر أيضا من أنقى بحيرات العالم. على فكرة البحيرة أيضا تسمى بحيرة الدموع، ولها قصة جميلة، أسطورة من واقع الخيال طبعا، أن زوجين بنوا لهم بيت بالقرب من هذه البحيرة، ولما استيقظت الزوجة في الصباح رأت زوجها متوفي فبكت حتى دموعها ملأت البحيرة، وراح تلاحظ بالأسفل تمثال حزين للزوجة وحطام البيت. البحيرة صغيرة ومن أجمل برامجها رحلات القوارب، وحوالين البحيرة طبيعة خلابة وجسور وأنهار، مكان جميل للمشي بل ويمكنك التخييم، وكثير من العوائل والأطفال يحبون زيارة هذا المكان، وفي مطعم مشهور يطل على البحيرة، مكان جميل ومناسب للعائلة. خلكم معاي لأن محطتنا الأخيرة راح تكون شلال جميل اسمه جزبخ. يتهاوى جدول جزبخ على 14 مرحلة، وذلك على ارتفاع 500 متر، وتقدر تشاهد الشلال على مستويات مختلفة. اللي تشاهدونه هو فندق جزبخ، واحد من أشهر فنادق العالم. الحلو فيه أنه يقع على سفوح هذا المشهد الجميل الطبيعي. الفندق له تاريخ وجميل وراقي، وفي مطعم مشهور في القمة، ويمكنك أيضا الوصول إلى الفندق عن طريق أقدم قطار جبلي في أوروبا. المهم جولة سريعة نكتشف معا جمال هذا الشلال. هناك ممر مشي يؤدي إلى الشلال وإلى ما تحته أيضا، في هذه الغابة الجميلة بين الأشجار العملاقة العالية واللي تحيط الشلال من كل الجهات،
وهذا الشيء اللي يميز هذا الشلال عن الباقي. روعة الطبيعة في انترلاكن او هاي المناطق روعة اللي محاطة بانترلاكن. والحين خليك معاي نمشي اسفل الشلال ونسمع خرير الماء والرذاذ والجو البارد والاجواء ولا احلى. هذه فقط جزء من طبيعة سويسرا وجمالها، وهذه كانت تجربتي واتمنى عجبتكم. واذا تحب الطبيعة ارجع الى الحلقات السابقة وبعض الدول الجميلة اللي زرناها. شكرا جزيلا للمتابعة، جزاكم الله خير، والقادم ان شاء الله افضل. خلكم معي.